سيد وزير النقل، سيد سفير إثيوبيا في الجزائر، السادة المدراء العامون للشركات الوطنية، السادة النواب، شركاءنا وزملائنا بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم. تطبيقا للاستراتيجية الجديدة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، نحن اليوم ومن هذا المنبر فخورون بالخطوتين الجديدتين التي ستعلن اليوم. في نطاق هذه الرحلة الافتتاحية ستربط شركة الخطوط الجوية الجزائرية لأول مرة الجزائر بشرق إفريقيا أي أديس أبيبا، وهذا في إطار محورة مطار الجزائر وتطوير العلاقات بين البلدين في المجال التجاري وعن طريق نقل المسافرين والبضائع وفي مجال التبادل السياحي ومختلف المجالات الأخرى. وكذا سوف نعزز تواجدنا في إفريقيا الغربية. في هذه السنة لقد تم فتح 4 خطوط دولية جديدة على مستوى إفريقيا، وهذا يدخل في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية والمدون في برنامج الاستراتيجي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والمصادق من طرف الحكومة والمتابع من طرف وزير النقل. ونحن نعلن اليوم فتح الوجهات 46 دولياً و19 إفريقياً، وهذا يأتي لتعزيز شبكة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في القارة والعالم. فاليوم شركتنا متواجدة في 4 أنحاء إفريقيا، وتعد هاتين الخطوتين 3 والرابعة من نوعهما في هذه السنة. فمنذ أوت 2022 تم فتح 5 وجهات جديدة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في العالم، وتم محورة مطار الجزائر الذي سيسمح اليوم للمسافرين الدوليين والداخليين بعبور أو التواصل مع أكثر من 50 وجهة عالمية و33 داخلية عبر هذا المطار. ومن هذا المنبر أود أن أصرح اليوم فتح المبيعات ابتداء من 23 سبتمبر وانطلاق الرحلات الجوية بين الجزائر وأديس أبيبا بإثيوبيا، وذلك كل يومي 2 وجمعة بسعر 91,000 دينار جزائري. وكذا الجزائر بدوالة بالكاميرون أيام الأحد والاثنين والخميس بسعر 47,000 دينار جزائري. أشكركم على حضوركم اليوم وأتمنى لكم رحلة ممتعة مع الخطوط الجوية الجزائرية، وشكراً.